تفاصيل من سيادة اللواء سامح الكيلاني مدير أمن الشرقية. برحب بحضرتك معانا يا سيادة اللواء. مساء الخير يا مهندس الوزير. مساء النور، أهلا وسهلا بحضرتك. إيه يا فندم الواقعة دي؟ إيه اللي حصل؟ هو الحقيقة إحنا اتبلغ لينا بإن في مشاجرة في منطقة اسمها قرية العلوية تبع اسم الصلاحية. انتقلت على الفور قوات الشرطة ومساعد الفرقة، والحقيقة إحنا في المنطقة دي إحنا بنقوم بحملات مستمرة لمداهمة كافة المزارع الخاصة بمنطقة الصحية والظهير الصحراوي اللي بينا وبين الإسماعيلية. فكان مدير المباحث موجود، وكانت قوات من الأمن المركزي والمدرعات انتقلت على الفور ولقت مشاجرة كبيرة جدا بين طرفين، طرف عيلة اسمها العطارين وطرف عرب أبو ذكري، كانت خلاف بينهم وبين بعض على قطعة أرض حوالي فدان وثمان أراضيط. تطورت المشاجرة إلى إطلاق عيرة نارية نتج عنها إصابة شخص بيدعى إبراهيم محمد حسن بطلق ناري في الصدر، وتوفى وأصيب 22 مصاب. تم نقل 7 منهم إلى مستشفى الأحرار في الزقازيق، خرج 6 منهم بعد تلقي العلاج، واللي موجود حاليا واحد. هنطمن على الوضع صحيا يا فندم، لكن دلوقتي الخناقه ما بين العيلتين دي اول مره تحصل ولا كان في قبل كده يعني في طار قديم يعني؟ لا 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 لا، دي اول مره تحصل. اول مره وكانت نتيجه الخلاف على قطعه ارض على الحدود بينهم وبين بعض. والسلاح اللي استخدم بقى يا سات اللواء ايه نوعيته؟ نتكلم في ايه؟ الناس كانت معاها ايه؟ لا، هو معظم السلاح اللي كان موجود عباره عن قصي، لان كل الاصابات رديه ما عدا الاصابه اللي بس في رصاصه اهو، الاصابه بالطلق الناري ده وتحدد المتهم، وجاري العمل على ضبطه حاليا وضبط السلاح المستخدم في الحادثه. طب حددنا المتهم الحقيقه يعني لا قبضتوا على حد لغايه دلوقتي ولا لسه؟ ما احنا قبضنا على 34 واحد من العيلتين من الطرفين، ومتحدد منهم 10 اللي هم بدأوا المشاجرة في الأول، واللي أصابوا كل منهم بيتهم الآخر. والسيد النيابة العامة انتقلت إلى مكان الواقعة وعينت مكان الواقعة. والحقيقة المتوفي ده كان متهم في قضية سرقة بالإقراء قبل كده، وكان محكوم عليه بحكم سجن مؤبد. ده هارب من تنفيذ العقوبة يعني ولا ايه؟ كان اتهم قبل كده بسبب الإكراه، وكان واخد 25 سنة وعمل إعادة إجراءات رقي سبيله لحين النظر في القضية. بس هو يعني برضو روح، وما ينفعش انه طبعا يحصل اللي حصل ده في القرية. طب دلوقتي يا فندم الوضع ايه أمنيا؟ يعني في سيطرة على الموقف؟ في تعزيزات موجودة؟ في تخوف ان الشبكات ترجع مرة تانية؟ في لواء مساعد فرقه موجود، وفي فصلتين موجودين، وفي مدرعات موجوده، وتم الفصل وتم السيطره كاملا. الكلام ده من الصبح. تم السيطره على طرفي النزاع وظبطت 34 شخص منهم، وتم ازاله اثار الخناقه. خلي بال حضرتك، انت بتقولي ما ينفعش الكلام ده، احنا طبعا انتقلت القوات على وجه السرعه. دي مشاجره حصلت نتيجه احتكاك مفاجئ بين عيلتين، هتحصل فيها تداعيات. انما سرعه الانتقال وسرعه انتقال القوات والوصول لمكان البلاغ بتؤثر بالفعل في ان الامور ما تتفاقمش والوضع ما يتفاقمش، وده اللي حصل. طب انتوا رحتوا بعدها بقد ايه يا فندم؟ يعني بعدها بقد ايه وقت؟ والله يا فندم ما فيش اكتر من مسافه اول ما اخطف الضباط في الاسم الصلاحيه. وانا بقول لحضرتك ان في هذا التوقيت بالذات كانت موجوده مجموعات ماموريه موجوده من الفجر موجوده في الصلاحيه، فانتقلت بالمدرعات بتاعتها بسرعه، ما فيش نص ساعه كانت موجوده في المكان. لان عامل السرعه زي ما حضرتك بتقول، وفعلا يعني بيفرق كتير في ارواح الناس، وما بقاش عندنا ما فندم بعد اذن حضرتك، لما نقول احنا ظابطين 34 وفي 22 مصاب، معنى هذا الكلام ان في قريه يعني قريه بأعداد كبيره حصل بينها وبين بعض. طب لما نقول ان 7 اصابات ما فيهمش غير واحد بس اللي محجوز دلوقتي في المستشفى، وال22 اصابه دول اصابات سطحيه واصابات رديه الحمد لله احنا بنقول احنا تداركنا الموقف نتيجه الانتقال السريع لاجهزه الشرطه. ده المنتظر منكم يا سياده اللواء. يعني بنشكركم شكرا جزيلا، ونتابع مع حضرتك ان شاء الله، وان شاء الله الوضع يفضل يعني تحت السيطره. سياده اللواء سامح الكيلاني مدير امن الشرقيه، شكرا لوجود حضرتك معانا.